بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كواكب قل يا فرتنات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسو جري كتاب الأذكار حسك إله سبحانه وتعالى إي عرب انت اللي اسكو عربية اللي اسكو بوريي أما اللي اسكو ترترسية إن إله إلا حسوه حلي وكستأ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت له إذن افتقدت النبي نبيان واي نبيان تبي ذات الليلة هبينها بينها كمذا من الفراش بالرواية حديث كوليها كتمت نبيان كواي قوشي وكتشي فيبان كواي فتحسست وان دوندونا والراديو وطاطابتي لولكي إيو قوشي إلو أسكن مقدية فإذا هو راكع فتحسست بارد وهي رادين رواية كل أحد كوليه فالتمسته وان رادي فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء وحان أم ليه تني مركان كواي فراشكي إنه هوين كيس قيبة كم إذا أو آذي ما لها سو شيطان قصوتور فإذا هو راكع وابا نبي ركوع سن أو ساجدا أما سجود سن إنه تقول ملك لا آذاب الموضة هي مركان تطابتي سواء ركوع سن أما سجود سن بان هلي يقول له سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك الله وضع عبكه فن يحمان ورنبا مهدنا أيكو أهاتي لا إله إلا أنت الله أنا ذي كائن حقلق عبدنا مجر. وفي رواية رواية تقول له حكوي ميت فوقعت يدي كعنت يدو حيكون عضي على بطن قدميه أدميه سلويت بقو ذي باب عضا طبعات كهوسي ليش رئيس مقرد الله يده هذا يقعنت الله الشيء رواية كلا عضي سي أصابت يدي أخمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس مقارنة لقت النبي محمد بيقع عنه إذا قرد عضي في الصلاة أصوى صلاة دي كتشرة. فلما فرق من الصلاة قال يا عائشة أتاك شيطانك عائشة ما شيطانك هذه كويمت واكسده وأول في المسجد أصوى مسجد كتشرة ما يشو قبطه كتكنا يي قرقسي أمام مسجدك أدي النبي هاي قرقس النبي كتكنا وهما لبدا أدم لبدا قمدود منصوبتان أي قطوان أساء قطبا نما فرو ساء قطمية هذا مركا هذا سجود إنسان سوبر أرلو كمر دكتان وعرب تناكر وما تاجنو سدا سوي نبي قو سجود سن وفريه أدمها لو قدول كوهايا عرب تنا يكر تاجن تهاي أيان نبي قو لو قعنت هذا حيكون عضي رئيس مجرد إنسا يكون عضي وهو يقول أصغر لله كد عيسانا يسجود مركو كجري اللهم إني أعوذ بك الله أدغان اللهم إني أعوذ الله وحن مغنقل برضاك رالي أهاشهدا مغنقل من سخطك عرضا كم مغنقل إله عرضا هذا وحن كم مغنقل رضا هذا إله سبحانه وتعالى عرنا والي هاي رضنا والي والله بصفه من صفات الكمال وربي أكد المامي هاي إله مركا عرضا هذا وحكرنا لنها يوديباتي عذاب يعوليسة يعني كان مغنقله وحن مغنقله في الضهر هذا إيوه رأيها شهادة وبمعافاتك وبعفوك كدقانته وبمعافاتك بعفوك لافد هذا يعفوك هذا مغنقله وحن كم مغنقله من عقوبتك عقابت هذا عذابك الأضوم هذا عذابته وأعوذ بك أليك أنك مغنقله الله كعسك هذا منك أي من عقابك أنا كان مغنقله معي إلي إلهي أحد ودقمه دلقاء مع إنسان يا أما لقد عرر كرم مجره وإن الإله سبحانه وتعالى صفات كيسي صفات العدل والرحمة والكمال إيه والشفقة أن مغنق شوط كمان كش صفات كي كمال كايق ومنا انتقام كايو إيه إله ملك كيسي أودي سي ربيد كتوسة هايي وأعوذ بك أدغانكم مغنقالي من عقاء منك أدغانا كام مغنقالي الله أدغانكم مغنقالو أدغان كام مغنقالي وأما حي إله وحول بها وناغن حق هذا كيما ده وحي دباتان حق هذا كيما ده لبا ديف بعضها هيا مركا الله وضعان كوكسو عرر وحان كعرر هيانا ووح أمر كاذي يكسو عدا أديك أود هذا لا أحسي مكو بكرو أما ما أود كرو ثناء عليك أحصان مرنا أود بين نقطة مرنا تري يكوبيت بين نقطة لا أحسي مكو بكرو ثناء عليك أمان أديك اللغة أمانو وحان كو بكرو أما أنكر كرو ما أها أمان تآد مضاتو مخلوق كوبي كرم مجرو ولا يحيطون به علما روح أمان تض أمان يسوى حكوحران تي أقون تضول يا ذهي مرهدان رب سبحانه وتعالى أقون لغو كوبي كرين ونقون لغو دم يسترن كرين أمانه لغو ما بغي كرو لغو ما دم يستري كرو
أنت أذوق وحتى الله حق كمالك وناقي أمانته كما أثنيت على نفسك نفتد سلط أمانته. رواه مسلم. مسلم با حديث كوري وحنا كوري صحابي أبو هريرة. أبو هريرة ورني حديثك عن عائشة كورنا هي دعاء قرد يقول ومعروف من حديث علي بين قصه مري عند النساء والترمذي وأبي داود. وأبي داود مركز تنبيه وجدنا رأيت النبي وسيدة كتشري وحي تري مركان لكم المي وحاري. فقلت بأبي وأنت وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر. حيث النبي محمد أنا هول مصير باي فيلن كاسا يدار مي أذوقنا هول كلاد كتشرته ربي عابد يألو دواشئي إلهي أماند أه مركا ونبو سادك بحيب عنان توحي العايش ومحاد عيو ما شيطان كاذبا كويمد مركا سيتر النبي الله ما شيطان باي لسعودة ها شيطان باكو لسعودة مكلي جيبا مس دتكو دم بولا سعودة باي تري مركا نبو حول الأحد والبولا سعودة ما حتى أديق النبي ها لكن أنا قال الله إيقا كالميو شيطان كي إلى سعودي وإسلامي أمو أن كان بدقلا شركيسة مركا سيدا سونا بقول الله بري تري وي دعاء دير قيمة بدن يا ميشا كتشرتة. وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله رسول كله بأنه أكتشغني مال مال ما كم إذا فقال وحيير الحديث كاس قصة دي زينت إن كتير وحكم إذا وجد أنت أكو ميسن قاب سنين إمرك هوري رواية كله وحديث كقوله هاي ودنا إليه وقصة ما حبنا يميها وأسلق قصة قد جدا إليه هني وحيد تلين تان استاجي أيان هدنا شيطان كان كبير نبي قو سجود ثانية هاي أما هو إنك سوام مراي سقط تاجنا وتكنا إياه أيان تميه سجعمها قليه تفرها قليه بلسان أقعده إنه سوق بيستوي قيين هني إنك لا مصيركم مكتوب بلوي بلك مصيركم مصيبه مركا. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحول سبحانه أيعجز أحدكم متكيم وحول كروايا أن يكسب إنه شقيست في كل يوم مال والبا ألف حسنة كن أجر كن حسنة. فسأله سائل صحابي والنبي ويديه من جلساء رجل لم لفديها. فسأله النبي سؤال ويدي سائل ويدي ومن جلساء يكون النبي لفديها وحول سائل كمرة كيف يكسب متكان نسأل شقيسان النبي الله ألف حسنة كن حسنة هل مال قديت الله شقي سنكرا. قال سبحانه حرد تصبح إلهي بعد نزيه أو تكه في عيبته يحمان مئة تسبيحات بقول سبحان الله فيكتب له أدنك حلو قرية ألف حسنة تكون حسنة أو يحط عنه أما وحال لقدت ألف خطيئة كن دنبنا ولا قد عافية مئة تسبيحة اللي هل كيس تسبيح وعاوه طبعا بيقولك أنت بقول كن هدى كن بيقولك مهيان أو يحط أما وحال لقدتين عنه حقيسة ألف خطيئة كنت برواه مسلم كنت بهدي لقدتين أكون حسنين أتشقيستي لمتهاي. قال الحميدي أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين القرن إيسان كذا هو في كتاب مسلم سداسة كتاب مسلم كتها على صحيح سؤاء أو يحط إن أولى يجادون الأورانين فيكتب له ألف حسنة ويحط أن لديه هذا أوبا إذن قرآن همزة الله إسكوها إياه. قال البرقاني أبو بكر البرقاني وصاحب المستخرج على الصحيحين إسكالي أصغونا وحجري ورواه شعبة من الحجاج بحديث كوري وأبو عوانة والضاحي من عبد الله اللي يشكري باوري ويحمل سعيد القطان عن موسى الجهني بيكوري موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه وهي حديثك مصعب بن سعد تابعي قياس أيها وري أبيه سعد كوري الذي موسى سوروا رواه مسلم كوريا من جهتي أي من طريقه كوري حق سكورية شعبة أبو عوان يحمل سعيد القطان بحديث كم موسى الجهني كوريا عن مصعب ابن سعد عن أبيه سعد بن وقاص عن رسول الله مسلمنا موسى قل لي سكوريا ويفقالوا وحيدة هذين رقى شعبة أبو عوان يحمل سعيد القطان وحيدة هذين ويحط بغير ألف أي بغير همزة بغير همزة ألفت أنت بضن مدة تاغنين ألف قاب كلاهين بالله يجده هذا لكن هذا همزة من بالوجه هذا لكن متقدمته مو كلا قادم بألف بيسك الله بمعنى وام حي رواية وحي عضي سي إن تنويع أي سنة هين أي وضع صعوته بقول قر هذا سبحان الله يجده هذا كن أجرنا والقوقر كن دنبنا والقاد دجنا والقور داف أوضو مركوا بمعنى الواو أوضو ميشة تالله فيكتب له ألف حسنة أو يحط ويحط عنه ألف خطيئة ف
فارسن له إلى 100,000 أو يزيدون أو كلوي يوم عاند الله الماشة ساس أجد إمامكم شك الراوي معها أقوي أوضو شك الراوي معه وأوضي بمع الواو أهيد معناه سو إمامك الرباه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة وحكوا بريسا حب والبو من أحدكم إذنك تركنا كميدة صدقة صدقة لقربة كفارة لقربة إيا فيديو فرد فربة لقربة نعمة إله كسي حب عقلي إن له لثل لحات إنك أرمى السرام باتي سعودة أحد السلف قال لك الشيء أنا أدو قاتي سنة أدو البحر سنة السعودة ودقاق لا وقاتي ذا هاي سبكة ليابا oo islaamanta ruux ka dhibban ma jiraa isle yaan arkay boo ruux afarta adin bagoon oo salka ku si qahaya ka zeelay ku xamdiye boo gaajo asagu sheeganayay nin baa salka ku socdoba marka nicmooyinka ilaahay ay raysi malaha yusbix wa ku wa barisoon laga rabaa way ala kulli sulama ala kulli udwin xubin kasto oo min ahadkum jirkiina ka aadam xaqiina ka aad sadaqatu sadaqa laga rabaa fa kullu tasbihatin subhanallahi kasto jiraado sadaqatu ajr bay ku tahay wa kullu tahmidatin alhamdulillahi kasto jiraadana sadaqatu ajr bay ku tahay wa kullu tahlilatin la ilaha illallah atiraadana sadaqatu bay ku tahay wa kullu takbiratin alla udwinisu allahu akbar jiraadana sadaqatu ajr wa thawab wa amrun bil ma'ruf wa naqi سماه ضدك الله فرنا صدقة أجر وي ونهي عن المنكر حماها يوحى بان ومضى لك الريبان صدقة أجر وي ويجزئ من ذلك ويجزئ من ذلك نوال الآخرية أنت وحاك أغفل أنه هداد وحك لبكري ويدو ركعة تاني لبرك عضوه يركع ما روح مسلم كأوتو كذو من الضحى برق كحقيسة رواه مسلم هذا لبرك عضوه برق كأتو كتو صدقة شركة ذاك النقون أيان صدح بغوي لحكا كحبنوذي إلهي شركة بن آدم كوكوبي labada raqacadood ba ya farad fur iyo kafaara gudwa iyo abaalkii maalinka laga rabay inaad iyo nicmada Ilaahay ku siiyay jirkaada ku saabsan abaalkii maalinka laga rabay abaal gudki intaas kaaga filan way macallu shaydkuna waa maxay adkaarta farabadan mid walba guuna u leeyahay sadaqiyya ajr way adi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu shukrinaysa rawahu muslim wa an ummi almu'mina juwayriya bint alharith radiyallahu ta'ala anha juwayriya magaceedu waa hore barra waxa loo oran jiray caasiya loo oran jiray عفواً برا لورنجري برا ما قاعدوا برا لورنجري نبي قاعدوا وريو بهي ما قيل لو يدي من عباس إن اللي يدي محمد بدل برا وما قاعد في عانه ما عيها سيدا سكر أقرح بس أنا حقوق أي أمان تكجر النبي قوم ماش علينا وكر ك ك ك وبدل الجري سيدا ما قاعد حمبو بدل الجري اللي ته هذا وحكب قيب النبي إلا إذا النبي وحكص صباح خارج من عندي برته قواد البحرية ده هيدا إلهي وده ويده طب مطيعاده هاد بكسو تجي هاد معنا وام حمل كم ملحم بنا بيقول سعدا با لقى فهمها هي هذو بحرية دكسو تجي من بلاي يقول سعدا معناها صونا بيقول قب باق صدو ما قاعد جواري وبدل برا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة نبي محمد باقصو بحجوري جواري وحاس كنبي محمد هاي من عندها بكرة أروني وكسو بحكسو كالله حين صلى الصبح مكو صلاة فجرت كذي وهي في مسجدها يضو فرده قوبتي كتو كتي قرية دا ماشي اقوان طيسيني صلاة كتو كتو يضو فرده ثم رجع نبقى صلى الله بتاي برقنك قريب من نصف النهار رواية حدك أوليه قريب من نصف النهار برق حل ما لنك كلا برمي وشان ساعة عفر ساعة برقن ما أيو لح ساعة برقن ظهر ما كله أيو نبقى صلى الله بتاي ثم رجع وصلى بعد ان اضحى انت برقميستي وهي جالسه ايضو هلكي ولي فديده قريب من نصف النهار روايه انا سي عبد السيد ضحى هو برقم قد مر هرو غلا شروق وادي لا ضاف برقم با لا اسك غلا لكن لا دور كلا غاري وا ضحى لا اسك يدا ايضو ما كلا سريس فقال وحول نبي ما زلت ماذا كزول المية ماذا ككعين ماذا اسك بدلين با لو جده ما زلت ماذا اسك بدل المية على الحال حالك التي حالتها سو فارقتك عليها ان كاغتغي حالتي أن كأجت تجي إسمه ده بدنا هالك بدو لي فرد ده وردنا يسميا قال وحيت له إذا نعم نبي الله ها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي حول لقد قلت وحان يدي بعدك جذاشا بعدك جذاشا وحان إله إلهي كحصي أربع كلمات أفر ويرد ثلاث مرات صدح جرى وكعلي أفر ويرد ما إلهي كحصي كلمة صدح جرنا وكعشي لو وزنت هدي لبربر دقه بما قلت وحاتري منذ اليوم ما انطرنا وردك أدود هذه اللورد أفرت ذي ويرود لو وزنتهن ويكعصلان لهيد يذا كسر عن لهيد كفدك قاضان لهيد ساك واقو مركوب بري إلى أمنك وردك أدود إيو
أفرت كلمة أنا وده هيادي لس بربر ديجو تيدا كاحق بدم برسوبنا عليه الصلاة والسلام لوزنتهن ويقولك من هذا اليوم جيدا ويكحق بدنان الله يدوي معناها سادة لجوه ده مركب حلقة قا تحديد كين أعماش قاركود أعماش قاركود بدنان شها يك يت يتيدا مركب قاركود صقو شيء كتيرير أيوه كثواب بدن عمل بدن مركب قاعدة هي أجر الأجر على قدر النصب وقاعدة مخصوصة وين نقول بأجر كيسي ثواب كيسي أنتو دالو أما هو الرفاض أما هو لباطوضو كحرين يا هاي ما لا يربى يوقلا مركا قاركود إلهي سبحانه وتعالى عمل يرى الله تميد بأجر بضان لقاسيني تانو حكيني عملك قد يسا في ذاتي شريفة سقع عمل قيمة بدون عماش وحديرة سيد الشهاتين وكلي توحيد كل مد ماها إلهي ولا وحيد إيو عماش كلا اسكمد ماها قرآن كل آخرية أذكارت كلا اسكمد ماها شيء مركم مركا في ذاتي قيمة بدنيا هاي هبا يرادي أعمال كبضن بك أجر بضناني إذن تنوك على كمدا وحان النبي يقول له سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده إلهي باهفن عيبك هفن مع حمدي ولبا صوب مهتن عدد خلقي أنكس أنت يدينهم بإلهي مهتن يا أي عيبنا كهفن يو النزهان يا أي بعرب مخلوقات أنكس ودان من قيام من أي مالك أور يسوح لأبو العالم المشهود العالم المشهود أنه وإن تشوقنا هذه من الفرش إلى العرش من الثرى إلى الثريا من الثرى إلى الثريا وحى صورا يوحى آخر إمن دون مستقبل كإياء إلى آخره حور العين تا نعمة جنين رماني إن جميع المخلوقات وطنب النبي وحوله سبحان الله وبحمد عدد خلقي بلايين بلايين وحى لبنا دين حسابك رما انت إلهي النزهي أو كحمد النبي صلى الله عليه وسلم سكن قده هو يدن جويرين هذه الدواية وحيوضا دور ساعة شن ساعة وردنيس وحسابه السيمة هالباتيلة أي يدو ودى النبي ونباس بكو قبت ورضا نفسه إلهي النفتي سو انتي رالي النقطة ومهتسن يا هاي أو عيبنك وفن يا هاي ورضا نفسه أي ورضا ذاته اللوين تصبيح ذا إيا تحميد إلهي رالي كي هاي ألا مهتسن يا هاي أو عيبك وفن سو عدد خلقي لمرده سبحان الله وبحمده رضا نفسي بيكاد انت سبحان الله وبحمده إلهي باعبكه فنو مهاتسن رضا نفسه النفتي سنتي كوقان عدي ربي ورهالي كي يقول ربه الله قران سماد إذن حمدك يتصبيح ذو ربي كوقان عدي ربي كان نقون هاي انتي ليكت مخلوق مقياسي كروي وزنة عرشه عرشه سعوليس كيسو إلهي سبحانه وتعالى عبكه فن يهي حقا نمهاتسن يهي علمان الوحي الشيخين أثقل الأوزاني ووزن العرش وحبها لميزاما اما لعريز لميزاميو عرش وحك علس ما تشرو هدو تشرو نبي محمد باكو قمر قيلها وزنة عرشه ما شو عدد خلقه يلي ورضا نفسه وزنة عرشه زينة هنا وثقل كالو جدا عريز كي ميدان تعرش يا رب جاي اي اله ما ثني اي أيوة سبحان حق النائب كوفن يا تصبيح يا تحميد انت الله عليس بن لما هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان عيبك في حمان ومداد كلماته وسبحان الله وبحمده مداد كلماته كلمات كرب جاي انت يقارن مدادك من المدد والمد من المد الى لك انا ودعي كرتا كي قالوا تبي انا ودعي كرتا بدنا وحيد مدادك وابا انقاصتي خط لو قرو كلامك الهي خطك ومداد كلماتي وسبحان الله وبحمده إلهي بعبكه فن أو مهتن مداد كلماتي ورها إلهي كلمات كيس أنت يقارن أمر دينهم أما خد الغقر إلهي كلمات كيس القرآن كوكية هاي أذكرته أيو تصبيح كجرته أيو ألا مهتن يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا إذن هذا وذكر آدوين سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أفرطا ورضوي سبحان الله يبانا صون نقون إساده عدد خلقه وجمله رضا نفسه وجمله اللبات
وزنة عرش نواتي صدحات ومداد كلمات نواتي أفراد أفرطا ويرود بانبغو صدح تشيركو عليبور بس إحقاد سوه يسور لنو يسكو ففوق ستي. وفي رواية له رواية أوليها مسلم وحاكو تمد سبحان الله عدد خلقه إلهي بان نزهان عيب كهوفا أنكس انتو دنياي سبحان الله رضا نفسي إلهي بان عيب كهوفا انتو رالكي هاي سبحان الله زنة عرش إلهي بان عيب كهوفا انت ميدان لك ميدان تعرشه وكلا عليك عرشه وكلا ان لك سبحان الله الهي بعيب كهفا مداد كلمات وريس انت غاران ترؤيه تيو غاران با اما خط لو قراي غادو. وفي روايه الترمذي روايه الترمذي وحا كيم ابو عيسى الترمذي في جامعه الا اعلمك ما ان كبر ما وان كبر ان جويريو كلمات ورقيمه بدن اذكار تقولينها اتدادت كورديدو سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه وأصدح جرقاف كاسال أورنية سبحان الله يرضى نفسه سبحان الله يرضى نفسه سبحان الله يرضى نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله مداد كلماتي سداس بترمي أنا سقف في روايديس القائل لحفظه لو ورديه محي لي تحميد يتصبيح وأنا حال السمر إن أحب الكلام إلى الله إنيه إلهي سبحانه وتعالى حد قدبك أي مخلوقات كذبت دارنا البصر كحمر أي قصة مريئة إن لقوه فوه نعمة إيا قلد ونوق علينا لغم هذه صفات الكمال والجلال أوليها لغم هاتشو واتشيق أو قيمة بغن النبي الله فري مركو إلهي أكال مريئة إلهي أقر قاري أي النبي سودا واتقيري ديسي أجشيس وكيل ليلة فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسوبا يجري مثل الذي يذكر ربه مثل الذي يذكر ربه نينك ربي حسه تساليه سبحانه هو الذي لا يذكر مثل كان ربي حسين مثل الحي والميت نين نول يمدن ميده ميد يا احد نول بيسودك ودك ما هو اذا نينك الهي حسين ذاكرك ونول ياي مثل كان ربي هالمانسين حسين وروح دنتي بمعنى قلوب تودي بعد ما قلبي يحكون ولا ذكر إلهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب روح حسك بدن إلهي حسي عرفك أنك قادنا القرآن كأخرية إلهي مراقبين يا روح هذا قلبي سوى النول يا هاي روح كان قلبي سوى دنتي قلبي هطول دنتنا أسرع مشينك نوحنا أهي هي مطورك يروح بعد ما نياه رواه البخاري ورواه مسلم بحديث كورية فقال أسوي حول مسلم رايديسي مثل البيت الذي بين لمديهن مثل البيت الذي يذكر فيه الله يذكر الله فيه ماشي النبي روايه مثل الذي يذكر وذاكرك الا اذي مذكور فيه بهذا لو قد بغرغي الله لو خساي با لو غدبي مثل البيت غرغ تساليس وحوى الذي غرغاس يذكر لو خسا الله الله لو خسا فيه في البيت يو البيت دارتي غرغ الذي لا يذكر الله فيه عن الرب لو خسن مثل الحي والميت يعني قري خرابة ومحبو أوسن أولينيو قري عمران أو نول بيسويهن وي مركا هداد ربطان وإيران نولاتان انت أدونك أخربا لقارين إلهي حسكي سهل الله بطشو. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إلهي وحولي إليه وحديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي قال الله يقول الله هو القرآن كان ويكتم هذا سنة ويكتم هذا دم له قال إيه يقول الله تعالى إلى وحيد هذا أنا هذا ربي وين أهي عند ظن عبدي بي أدونك يوماش يوم لا يستنوا دواهي إلى هذا خير كفلته خير بدك هيس ده عذابي عقابي بلا يكفلتنا واتكل كل ميسا محد ما له هذا وحيك حرية كل بعد يقفل كار أدو إسوق إن الحمام فلو تهاي أو مجرم تهاي وإلهي حرق سأت كفرتي وبن آدم واخل ضمي أن توبت كينين وأن الله أن قونين أدو إسوق حمان تاضي اللي بات هذا ملون أكسن الله قادم إس نو البحال اللي عينك عنه عين عنه علوش سكيع القبا مركا أنا عند ظن عبدي أنا وحانا هاي أضون كي جمله يس وأنا يجمل يستأكتيس أنا هواي وأنا دواه مركا أنت مركا أدون كجوكتو أدنو شاي بين الخوف والرجاء وأنا قصوا مري كتاب باب الخوف بين قصوا مر وأنا إن لب بقولي سال الربا إن لب بقولي سو
إلهينا خير كفلو تحق الناد كعبسته مركي نفتو كادرير يسير لغو ياسيمة هي أما توحيدك لغو قبان هيانا إلهي خير كفلو حسن ظني بالله بالقربة وأنا أنقل معه وأدون كان لجرى بالنصرة والمعونة والتوفيق والإعانة إذا ذكرني مركو يحسوه إلهي سبحانه وتعالى بذات مخلوقات كسو كسر ريا وأنا كبح سنيا على عرش استوى لكن أدومه يسو بالعلم والإحاطة أدومه وجعلي هاي والنصر والتأييد والتوفيق والإلهام بو ربك الله سعودا وأنا معه إضافة ضمبنا وإضافة تكريم يا تشريف تي إضافة خلق وتكوين أهد معها وأنا معه وأنا ولجأ أدونك إذا ذكرنا مكو يحصوه أي حصوص فإن ذكرها ضوء حصوه إلهي حصوص تأضونك في نفسي قان قونيدي سيقار أهانتي في نفسي ومعي أي منفردا كل يجيبا مال فرستو إلهي كحصي ذكرته أنه شيغي يا أضونك في نفسي قوني هم بنو شيغي وإن ذكرني هضوء حصوه في ملأين أي في جماعات بلشار دحديد وذر جماعة دحديد ذكرت وحان كحصا يا دون كان مغيص كسو قادايا في ملئين اي في جماعه خير منهم تيسي كخير بدن تدحدي برش دحدنك يغو حسنا انو ملائك كخير بدن ادوميها سو يغو دحوسيبان اكتيس كوشيغيا ميشا دا دون كو لوغو شيغنا وا دون باركيسان هدي متفق عليه مرك هلكاس اي غادي هدي رب وينه اولي فذكروني اذكركم هذا لو غدي فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملئين ذكرته في ملأ خير منهم وبنان كيتالا مركه هلا بدي وردقه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون حديث قصه سبق رول هاي مركه والشيخ سو قابسدي نبي عليه الصلاه سفر دير وكيمد ودا دير ايغو قاد يوم مكيمد انه ودخيس حق مكان حقته اي و هو اركي قول اورنجل جهمان يا كوسو باي مريره غونو غوني او تاغنا قويه مرنا وا سلسله خيدو او دات سنه او اسدبا يالا قول 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 جهمان قول 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 جهمان سيرو قول 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 استهبيبة قول جهمان قول مركز النبي حول السابق المفردون كوه ري بحيي هر بحيي رجع ضعفي وهر مرين قالوا واحدا صحابة وما المفردون يا رسول الله رسول المفردون معيلي مفردون إيوه مفردون لبضه والآخر وشيء دون إمامكم قال النبي حول الذاكرون الله كثيرا والذاكرات بسطي عرضتك وحاكو الريبة وعصر بك الدقاق وعرور بك ضعفا وقنوب بحوه هر بحيي وتتكتك ننك إلهي حسكي سبادية مفرد كما معي وننك تذكر دافوي إن لقارين إيه الصمرية مفرد محلو يلي إن معناها اللو جذي إن من التوحيد أيت والتفريد أو روح إلهي حصى إلهي كلي جيبو عسكرية إلهي كلي جيبو برية أسوق إسكوها اللينية أسوق كعب سنية أسوق قدرينية الله أقوى آهية شرك إيا بلاية بختها واكبحها آهية إذا نحن نغضي مفرد مفرد نوان نغضي أفرد الله سبحانه وتعالى بالتجريد والتنديد بالتوحيد عفوا نبي حول الذاكرون الله كثيرا والذاكرات إذا محسكو كان قبطي هربح إذا السحابة والدقاقين يقوي حق يسوس الدوادي إنما ناي هارين ينوي حكو محسوس كاه اللي أركها يي يحكو معنا يي معنا بنان كيالو روحي كاذكر بدن كاحس بدن سدى ما أنت لقاقا دقاقي بوكا دقاقا هي معناها سنة لبدا الجملة وكذا حيسي رواه مسلم الذاكرون الله كثيرا لب رجع إلهي إن بدن حسى يو الذاكرات قبلها إلهي إن بدن حسى رواه مسلم وروي وحال وري المفردون بتشديد الراء راد إن لشده وتخفيفها لا خفيفية مفردون لا إله والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد سيدا الجمهور تكتا قيل إيه حق النعان كي عام بحده وإن لشده أن لفظين وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر حسد على الله حسوحا أفض بدن أخير بدن لا إله إلا الله توحيدك أحب الكلام إلى الله وأنك صمر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وإن صمر هبينه رسول عليه الصلاة والسلام إذن
أحب الكلام إلى الله هي أفضل الذكر وتوحيدك يا ولد وحيلين ويكلدون شيء إلهي جعل يا مركه قارك وحلقة يا با شيء كفض بدن إنه يشره مر كلمة التوحيد وحكفض بدن مشره وبا أساس الدين يدوي أفضل الذكر حسد الله حسوا حافظ بدن لا إله إلا الله توحيدك أما صو قابنا وسدنا وكلا أما كيد رأي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير حلا ثم رئيسه أو ترمذ قال حديث حسن وعن عبد الله بن بصر المزني رضي الله المازني رضي الله تعالى عنه أن رجلا أي أعرابيا رواية حديث كلية بعض أن رجلا أعرابيا نرمية أي قال يا رسول الله وعن رسولك الله يو إن شرائع الإسلام إسلامك واجبات كيسي شرائع جمع شريعة وأحكامت إلهي الدجية دوميس أوصاره مركا أما سنة النقطة من واجبها النقطة حلال يحرام وحدونها النقطة إن شرائع الإسلام شرائع الإسلام كأسلام كوحي يقربي قد كثرت علي ويقبضتي فأخبرني وحاد إيشكتا بشيء حكم إيشك يذكري أتشبث بي أن ربهم كله أجر كأن شرائع لبن كهري لان أن كهره قال النبي عوري لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي قال حديث حسن وحديث سوق جابيه مختصر حديث غير بؤها حديث كبحوها لو أنه رمية أي النبي قويمت مركز النبي الله متبوح النبي الله وحان رباه أي الرجال أفضل رقق يا أقيم بضن نبي حر من طال عمره وحسن عمله رقو حقوة نقسن وابن آدم حقوة قيم بأنك عمل كسونا ديراده عمل كسونا أوصب بناده نينك اللبات بوحور نبي الله قرآن كوا يقول أذق يا إبرة شديس شرائع دنا وا يقول بضطي هول إيه فضط وان مل صار إيه شيء تد كان أنكو قارو نين كان تنبوي نين كان تنبوي وسوقة تي سحابه أما ترمي وسوقة بيوي نبي حور لا يسا لا يزال يسن كزول لسانه كعرب كادو رطبا مدقيا إنه يهم من ذكر الله إلى حسك سوق قيا هذه يكور عرب كاد إلهي كحسويو ذكر إلهي موغانين هموغانين روايك حدك يقول أي العمل أفضل وإنك أنت به سؤال شيسة نبع الله عمل محاوفة بدن أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله الدنك إن أتكفر وضع النف بحضه ويكادر يرتو النفط عبدالة أضو إلهي حصو يتوحيد ثاني يوم وشهاد إلهي كوتو سيو لا يزال يسنكزو لسانك عربك رطبا وكقويا من ذكر الله إلهي حسك سراو وتلمي قال حديث حسن وعن جابر رضي الله تعالى عنهما جابر عبد الله عينه صلى الله عليه وسلم قال من قال روحي إلى هذا سبحان الله وبحمده سبحان الله إلهي باهوفن وبحمده أصوه لبا مهثنوي غرست وحالو تلالا هي له أدون كازي إلهي كحمدية إلهي ننزهي نخلة تمر با لو تلالا في الجنة جنة الله تلالا هي جي تمر أيا لو تلالا هي على حديث بوحي شيئين جنة قيبنا وابوحداه ودر يجد إلهي كبوحيي قيبا بنان وإلهي ذا قيبا بنان أدون كصالحة عمل كل ما دي إلهي يقول له هذا ثواب كذا لو قدس هيا أو لو قلت الله لها هيا أو يكب حيسا نخلضنا دم حلو دورتي واجيت ككلية ميل حران لاي عودي سو لامه سو قنتي سو قسكي سو وحاصو والله استعماله سوى البول لو ديف صدو مدو أنفع هيا تريدي زي حديدي زي لا لانت أكر ريسا وغضا ديف قابك لدون با الله استعماله مريه سنة وركي سبا جوا من هدونك أقيم بدن انت صنع مرة بصري بو نقون بلحي بو نقون رطب بو نقون كدمنا تمر بو سبا دليا وكي نبي كشبهي روح مؤمن كا جيدها وحكشبه وإقيهاي تمرتا راه الترمذي وقال حديث حسن وعالم مسعود رضي الله تعالى عنه ما قال عبد المعصر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم إبراهيم بان لكل مي آبه إبراهيم إبراهيم الخليل ليلة أسري بي هبينك اللي ديلمي يبان لكل مي إبراهيم فقال وحوري أبونا إبراهيم وحوري يا محمد محمد وويل كيساتي أقر أمتك مني السلام أقر أمتك أمضى يقرسي مني أنيق السلام سلام يقرسي أمضى يقول السلام وي ومضى يقول السلام وأخبرهم وحاضر شكتا أن الجنة جندوا طيبة التربة إلى عيد وناكسنت وعرسن ضلقا كبحة
وحي اللي قليه لو أبو روسو بودية طيبة التربة وعيد وناكسنت أيو رول بيرد وي عذبة الماء وين بيها معان تايو دي بيها وحلو معان بيها معانا حريدة وحلو ورابي وابحة عرزيل ماء أيو يبيها خلال ودناء وأنها أيضا هسي يشي قيعان رول بنان وي قيعان كوا جمع قاع ورول كبنان إن جيت ينقاد وسنكو لحق النسيمن ميسكا سوكلا أيا قيعان كالليل هذا وأنها قيعان وي بنان تاي جنض رول كيدون وا بنان هاي جيت كميال النقار كميال عوس كميال وإن غراسها شيء قال لقو تلالنا وحاوي تلال كذي أبور كذو وحاوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر راه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقدري حديث حسن وغريب حافظكم وحوي الترمذي حديث السند ضعف كجري وهو حسن أجري لشواهده شواهد دوره ليه صدرت أبو حسن أجري أبو حاتم الرازي يا صاحبك أبو زرعة الرازي نعيل الكذا وحين رجح حديث كأنه مرسل ياي وهو من حديث القاسم ابن عبد الرحمن عن رسول الله قاسم عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عن رسول الله أو صحابي الآن للشيخين إنه مرسل ياي بين رجحين أيهو الكاسي لما ريث وذلك محقق أنا وذو جيدان وحيدا يريه موسى طابن من فليه حديث كان مركة ذاك سلا في ريو ذاك يسو إشكال معنوية كجرة ذاك يسو حديث ذاك يسو إشكال معنوية كجرة وذاك يسو حد مدائن القرآن كقهر إيمان أيوه جنات تجري من تحت الأنهار بقرآن كقوبة وتفكأ وجنات ألفافا وذكرنا يسان قرآن كقرآن كحوش يقى الجنة بيو وبيال دردور أيان وإلا على السعودان وفضام السعودان وقيدم ميدان ووحو البقوية له حديث أنه حولي الجنة نقار اسكدا تفع عوسكم أيال وأنها قيعان إشكال كود فانتين بيلتها إشكال كود كاسوك إيماني إشكال معنوي أجرة اللهم إلا يدهدو وحلو جيدا جنة بركت وأنها قيعان وأن بعضها أما بعض أرض الجنة وقيعان ليداد حنو عسكر إنها وش أيضا حديث لجوري سلمان الفارسي باجرة سلمان الفارسي لجوري وطبعا أوري منذري حافظكم أي تحسيني يا نوح إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها جنة وحكوية لما يلبى البنان بكوية جيدة بدن هي لا تلاتي من البنان بإلى ذاي وهذا مسلم كالغاربة إن لستؤد أبو رته ودلك هذا صبع نبي الله محنكو أبو را نبي حور بضية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر حديث كاسا عضينا إن في الجنة قيعانا جنة ودن بابنان ميه جنة ما يلبى البنان بدل كيدو ليه مركا قرآن كيئيو حديث كاسمه اسم الدي ذي معنى هذا يا ياد مدائن الرؤية على اتحال سندك حديثك وحكوني لعبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي باكجر وضعيفة وحن حديثك كورنا يا عبد الرحمن إسحاق الواسطي أبو شيبة وكورنا عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قاسم ابن عبد الرحمن أبي وحكم أم قلبا ليلة ده عبد الرحمن إسحاق الواسطي أبو شيبتنا وضعيف ترى قدنا عيلك وحوشي قرائب كيس وحوشي أفرادي سو أنه تفرد به وحال لا تفرد عبد الرحمن إسحاق الواسطي بأن لا تفرد عن القاسم به سنة كضع في قاسها كجرة حسن وغريب ترمذي وحكوة شواهد بدون بعد كولا يا بوجه ذا شواهد روي بدون طيورنتي شواهد دورة أيا بابك كتمت وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إشكالك ماشي لو حنك قبحني إلا إذا وأنها قيعان أي وأن بعض أرضها قيعان جنة ما لب بنان بأكويا إلا أيضا لم بوض بنان معها حديثك ابن عمر عند الطبراني بأك يا 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 كفي عنا وكعضا وأرضها واسعة وإنو إبراهيم أكويل ويلكيس محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة
dhulkeeda dhul ballaaran oo aad u waasaca weeye waxay u baahan tahay in qaybo ka mida la buuxiyo talo lagu buuxiyo. Xadiidka Salmaan Farisina waa aniga idiin sheegay. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم من اذين شيغو مسلمين بخير اعمالكم اعماش نمتك او وناكسن يعني عباداتك الله تمادان متك او خير بدن وازقاها النظيف سنه وطاهرا عند مليككم عند ملككم عند ملككم بقر مليك وكالملك وبقرك ملك ذات راضي ملك واسكمت وازقاها عملك النظيف سنه وطاهر سنه وقيمه بدن عند مليككم الله بقر كأكتيزة وارفعها أسرية في درجاتكم درجتنا أكر دلعسين تنا أقوق إن لو عمل وجود دلعسية درجة هذه كر لو ما عشان تجوك تكر لو لو جاي مد أقوق يا ما يدين شجع وارفعها مد أقوق قاعد بدن عملك أقوق قاعد بدن ودلعسين بدن في درجاتكم درجوين كينا وخير لكم إذا كون أحسن من إنفاق الذهب والفضة إن الذهب يفضل يبتون صدق يستان وخير لكم إذ كون أجسن من أن تلقوا إن الله كلن تنعدوكم عدوين قالدا فتضربوا أدقر عدن عناقهم لقمها الدقل كتكردان ويضربوا عناقكم إذ كن قوت إذ كجوا شهيدا قالوا واحد من بلا يا رسول الله حبلك ما تجند عملك عملك أقو خير بدن إلهي أكتيس أقو إن أقو طاهر سن درجوين كن أقو سرقاد وحو البؤد بحسانا كخير بغن حتى شهاده جهادك كخير بغن ما يدين شيئا قالوا بلى قال النبي حول ذكر الله تعالى إله حسطان وإله حس كيسة رأوا الترمذ وقال ترمذ وحديثك ووريا وحونا صوه كغتك إنه يغريب بكويل وسكغتك وقال الحكم عبد الله حول في مستدرك إسناده الصحيح بغوي فشرح السنة حول حديثك وحسن هذا حديث حسن بويل هذا لكن حديث معلولة بالوقف بالاختلاف وقفا ورفعا وصلا وارسالا ادبر اسكوغو ماندافاي موطو مالي بينو كومري مالي غو وري حديث اسكوغو موقوف على ابي الدرداء على ابي الدرداء الله ما رقنا زيادات كالحسين المروزي في الزهد هي اصنو حوري طريق كلا اسكوغو موقوفه طريق لباب اصنو موقوفه وحوري نينك اللي يدهدو ابو يعلى عفوا ابو نعيم في الحليه مهمدنا وحاوي ولا زياد ابن ابي زياد بحديث كد الورقة مداره سند اهان زياد ابن ابي زياد مولى ابن عياش بكد الورقة عن ابي بحرية عن ابي الدرداء زياد ابن ابي زياد عن ابي بحرية عن ابي الدرداء سيدا سوي رواد مركز كقادنا ان كم مدى وحديث موقوف فيكردجيون من فتاوى ابي الدرداء بيكردجي وهذا هو الصحيح من حيث الصناعة الحديثية حديث كان مرفوعان لا يصح أما من فتوى أبي الدرداء وسقية وإذا أدنا وحي كدغان مرفوع نمنا وحي كدغان مرسل وتابع نبي قارسين أيو نمنا وحي كدغان موصول إذن اختلف وصلا وإرسالا وقفا ورفعا بالسكوم عن رافي سيدة الصواب من حيث الدليل له وضعيف مرفوعا صحيح موقوفا أبي الدرداء وكسقية لكن رب عيوز صح معها عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عن ذكر الله لكن أدلك لا كفلا أدلك لا كفلا وفدك يسعونا تو الدنيا حليبا إيه سحابي قونا ذكر الله مك اللي جاذو أعماش ودن بهد السوق ليس وحو البو خير يطاع الله ما دان أما جوارح كدعو أما أف كدعو أما قلبها كدعو ذكر الله بسوق ليا كور مك اللي جاذو وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله وحوش الصحابي سعد بن وقاص انه دخل على مع رسول الله سو نبي الله الله سعود انه قال على امراه هويني بو قال سعد بن وقاص نبي هو سعود يا هويني بو قال وبين يديها هرتدنا وحايا لنوا لفتمرت لفتمرت اي وح كتر سنيزو يا هر يا هرتديال او حسن ام قرورح دغح ير ير اه يا هرتد داتن تصبح بها يكون سبحان الله يسمى زي كور دنيس ترى ذا كتر سنة يسار فقال وحول صبنه أخبرك وحن كوش يا أي على أخبرك مكوش يا بما هو أيسر عليك من هذا وحكى قفض هوشان مكوش يا ترى ذا مبلا أنا ترنا يسير رجح أد كلون يسو أما أد تمرتن يلا فيه أد كلام مرة يسو وحكى آخر بدنه كاقفض مكوش يا
أو مس أفضل كفض البدن. فقال وحوس بن حاتل هذا سبحان الله إلهي باعيبكه فلي حمان عددا ما خلق في السماء أنك أوك أبو ريب عرك أنتو تري اللي أجيب إلهي عيبك النزان يعده. وسبحان الله عددا ما خلق في الأرض إلهي باعيبكه فن إن قن أنت أوك أبو ريب مخلوقات لك يعرضا. وسبحان الله عددا ما بين ذلك عريض أنت ولا حيسة ترى اللي أجب إلهي عيبكه فن يعده هودا على رتنا شن تبقول سنة الله سبحانه إلا هود ومخلوقات هود ومخلوقات وحو مرغي ومخلوقات هباس كايس هباس ومخلوقات. وسبحان الله إلهي بان زان عيب كوفا عددا ما هو خالق وحو أبور الدون ولؤوس أبور تريدس إلهي عيب كوفا ياي. والله أكبر إلهي باوي مثل ذلك انت أصوكالي عددا ما خلق في السماء عددا ما خلق في الأرض عددا ما بين ذلك عددا ما هو خالق أفرت بوض مرنيس. والحمد لله إلهي بمهد سن مثل ذلك انتو كلي ولا إله إلا الله مثل ذلك توحيدك انتو كلي ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ابن حبان هو صحيح حديثك يا حاكم با سندك سنن مجهولة كجرة ومحقق مدك كله ورجل مجهول سندك ضعيف سندك سوى ضعيف وكله وجه ذنين خزيمة ين خزيمة لا إله هذا. وحديث كقضنا عن عائشة بنت سعد عائشة بنت سعد عن أبيها وحديثك نكاسة مجهولة لكن حاكم حبان في رقارة حديثك مكي صحيحين أيين سند كوذو ما يسن كل شيء ننكا ليدا هذا خزيمة ليدا هذا مجهولك رواية ترمذي أمبو كجرة مركا أيقو صحيح صحيحين لورن مهايو ويميل مريان أسوه رجل مجهول وكجرة سند كي فرميان لما أورنكر محايل الطريق ننكا وبكاد عسان ياهي. لكن شاهد بولي حديث كان من حديث صفية عند الترمذي أن يكون مري صدح كن شنبق القنطني أفر بات كفيرين كرتان صدح كن شنبق الأفرطني عفوا صدح كن شنبق القنطني أفر. حافظكم حديثك هو تحسينية حديثك الجواري هذا أنه مري إنين أصنا وأمغراتي كعاية حديث كان هذا أنه مري إنين سعن وقاس هي حديثك صفية ترمد أسوه وضعي فيه صدح كن شنبق القنطني أفر أسوه وضعي فيه حافظكن أبو تحسيني أسوه ألسكوها إياه أسنا وحا كتشري إن أي لفتمريد أمار رقح أي كورد دنيس صفية حديث كان أسنا وو تلما وحديث اللي ودلي يشده أصلك تصبح إنو بناي ياي تصبح إنو سلي ياي أو لغور دين كارو أو حلغو ترسن كارو اللي ودلي يشده كمدي ياي حديث كذا ضعيف سنة كأكلنا ثفا وقادنا دلوك ولوك للتجاهي مدك الصفية ترمي ذبا كنت جو حور سيس لا يحفظ بزرنا وحور السنة كان سنة يعني ما بلا سنة كم ضعيف من حباني حاكم نواي خلد مينه إن خزيمة مجهول كالجلي سنة كالصحة ترمي ذبا كصحن على اتحال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فقد ووينيد واستعمال جرين آلات وحلقو ترصدو الصالة إنها تصميستان آلات وحلقو ترصدو لب مالها لكن هذا عبادة مودان باخلط هذا قربة إنك لها الله تصبح إنها عبادة مودان باخلط لكن كل كليتر وحلقو حساب ساني هذه اللو أركو ولا يسمى لها وركم يدفانتي وعاكف يعينو قروه كوية له وصرت قمال كيدية آسرته وذهبين كلا كالبحضو ما لها إلا ورفية قبلها لغو شكان صدو أما لغو حرق هذا أما أضو مقان ودلدل ما يقعد الله عضو غافل الله دم بكلوي رياء قلي سمعة قلي غفل كاني انت صبح اللي سكوريتيو وحنا الله دلدل أضو رب حسوسانين وقلب أدو تشوغن ونياد أدو تشوغن واتي أيدي جرين سلف قدام ببالس كيو قرية أفوين بدن بوليه كان هذا الشيطان مشنا ولا تصبح نزوما تصبح ريم قالك كير بادية كير ريم قالكم بكلا يزوما وحاسو ده مركو وحوي وآلات وحلقو حساب صدق آمنة لكن إنه عبادة هاي أما سنة هاي أما ألا اللي يقول دوانا هو شا إسكيل علي هو شا إسكيل علي يا ملاك عسى كراء وليها الدكان لي إذا ربطان هذا قدرته يا سيابة قدمية
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحي يجري ألا أدلك موانا كنت سينين شغبك أبو بكر الجابر جابر الجزائري أدو حقا على علي جري متكن متكن صدني صدح صدني صدح أحران ميل والباء ماذا حروبا كله كرتونغا كله تصبح هذه سقاشني سقالك أي صدني صدح أكل حران كرتونغا ماذا حتى يقول لورد حيسي وحور أسل كيس وحكس وجيدا مجوس بكسو الجداء يبوديو سيخ يا استعمار الجري صدح ذا لحظة تسال الله قبطنا مع طبوا أكانيا صليبوا أكانيا الثالوث الأسود بوديه الجري آد بو شغولة دقال مجري شغ بكر أبو بكر بكر أبو زيدنا رسالة كقري تصبح أسل كسمجو كي يمد كان إنه قاعد استعمار جاني باب سوفيت كادر المجال كمان لين كله ورجن جري تصبح لورن جري كا تاريخ ديسي يمشي كسر شيء يحكم كسر رسالة مطبوعة آخرية شيخ قال بوقف هذا لكن رأي قاس كم قنع سن شيخ التاريخين على سوق إسكلي تي بواجه ذنب أنت اللي إله بالتاريخ ديسي يا المسلمين تقاب بشرع وذو وافضوا استعمال كرا تيجا كم إذا أصل كيسي هول 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 بوها معلو استعمال كرا قال هذا عضان كا ملها برف كقول أنت شو قاس waxay qorto ku xidhaan oo isin qabugo u galiyeen baraf ay ku xidhan jiray beerleyda xidhan jirtay nafto ay hayso waagida muxuu bedelay shay lagu xaragoodo la qurxiyo warshada sameeyaan dhowr boqol kun bal la siiyo gaalana isticmaajto waagida wuxuu noqday dhar la wada xidho muslimiintuna isticmaalaan raguna ay gaalana isticmaalaan looran maayo ninkii naqtiin qaba he ama tay qaba ama rabtu cunu qaba waa mushabbih للكفار ومن تشبه بقوم فهو منه الأوران مهاي لأنه كبح خسيسين وكيا يجا إنه يو جون وكيا وكت جوا مشترك ولا وداجا وح دم بقى هاي خطرت أنا ومرك يو جون اللي يهين عادات كيو جون ذا أولي بالدين أمر دقا حون دبس شوجا أيا بأنو لقد ديري كارتوين كملة تري ولا قال أنكرا waxyaabaha aan shariicadu diideynin oo manaaficda adduunyada ku anfacaaya dhib ma laha wa ana min musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu qaal qaal li rasuulullah ala adulluka ma wana kutusani ma an kutusawi ma an kutusu ala kanzin kayd oo min kunuz al-jannati jannada kaydkeeda kamida fa qultu bala ya rasuulullah rasuulullah haytus la hawla wala quwwata illa billah انتهى لا حول حيل ادملي يا كارتو ان وحكو يا تاتك يا تبعض ان وحكو قبصدو ولا قوه اودنا ايما اهان الا بالله الا بحول الله وقوته الهي انو كرسيو والهي مسخده كو فورو وحكو وافجيه موين وحدو كيسن كرتو ما جرو لا حول ولا قوه وحي كنز ان نقطي ادونكو ادونمي اسكو ديبيا الهي بو تلا سارنيا سي دمهستر اون كره هلين بو ربي هو سوس دغاي wuxuu ka bar noqday iska takooray xeelad iyo awood wixii bani aadan isku sheego jiro dhan ay awood ahayd banaanka ka maray alluna uu ogolaaday ida waa kanzu min kunuzul janna ajirka lagaaga qorayo waa kayd aakhirad u baxsan doonta xadiid badanna waxaa ku yimid ruuxa muslimka wuxuu la yimaado aakhara loogu talaalo jannada geeda loogu talaalo oo ku xoog badan laa xawla laa quwwata illaa billaah ma jiro meesha horaan tumarta alxamdulillaah subxaanallaah walxamdulillaah walaa ilaaha illallaah wallahu akbar baa tumarteen tana ka xoog badan متفق عليه هلا بدي اوش ايضا باب ذكر الله تعالى قائما او قاعدا ومضجعا ومضجع ومحدثا عفوا ومحدثا وجنبا وحائضا الا القران فلا يحل لجنب ولا حائض قال الله تعالى ذكر الله تعالى اله ان لحصو باب يهي قائما ادو تاغن او قاعدا اما فديا ومضجع ادو جيفو دنه دنه او جيفا ومحدثا ادو ويسدو كا جبنت هاي اون ويس قبن وجنبا ادو جنابه قبا وحائدا قبل دي قبطة إلا القرآن قرآن كموية قرآن كأضو حائضا أما جنوب قبا فلا يحل قرآن كأمبنا كقرآن ما كقرآن لو أخرنا يوي كذا كان هذه لو أخرنا يدم لها أذكر هذه لو أخرنا يدم لها الحمد لله رب العالمين هذه أذكر هذه لو أخرنا يوكالي آية أو آياتين على اسم لها فلا يحل أمبا لجنب روح جنابه قبل قرآن كأخرز كيسة ولا حائض
تاهر لابتركيو إله إن لحوس أضو فرديا تاغن شيفا ويسدو كاتشابان تاهي وجوازوي وجواز لكن ندو كونجر عليه الصلاة والسلام إله إن حوس أسوغن ويسقبن مواناك سنو إله إن حوستو أما قرآن آخر ذو أضو ويسقبن ظهر قاضو ويسقاضو نبي قوان نعبا حتى صلاة مرة ديجرن السلام عليك يا رسول الله دل إله أسوغ أن ويسقبن ومركا كاد كيمد أما كور كيمد إلى ويسقى أما وجب الجبيسه نبي صلاة مرة ديجري إلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وذكري وحص الله مركو ومحدثا جواز جيب بنانو دوجي مع الكراه مع الكراه قال الله تعالى إلى وحير إن في خلق السماوات والأرض عر يدول أبو رد وحا كجرة يا واختلاف في الليل والنهار يا إسوي دار شد هبين يماني دار إسوي دارنا يا حق يرانتا قابني دار ديري دار حق إفتين كأي مبدجة ساعلها كربضا إسفنجلين تأي التكوير كلا إسفنجلين أيه لآيات على مضو براهيم بأغوص وغن أي معجزات كتوصى يا إلهي رب النمديس يا بقر النمديس لأولي الألباب أنت عقلك عليه أو قرات كي قرشض عليه الذين هو يقول الألباب كو وكو ما كو قرشض عليه إلهي آيات كأود جاي كعبر قاضني الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكو إلهي حصي أيقو تاك تاكن أيقو فردية أيقو دعنع أجي فاضي مركا حنون سيه قل يا كفا سري آيات كفا سري وروح مسلم كي تكني مروا فردية واتحية ثانية مروا تاكن قرآن بواخرنية مروا الركوعة ومركو بدقة ومركا أيضا مروا حنون سيه هايو لن نعم قرآن كو أخرنية أو كو تكني لا والله معنى هو سوق لي ذكر الله استقبل وحص أضو سعود تاكن أضو فردية أضو شيفة طيب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت له إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو يذكر الله الله كي حسه على كل أحيانه حليس ورنبا جمع حين على كل أحيانه على كل أوقاته في كل أوقاته حل كستا حل والبا إلهي بحس جيصوبانه وكسر رواية مركة حل أوصى النبي طاهر كأهين حديث كلا عضيسي مر والبون نبي وطاهر يو يسقبه إلهي بيحس يجري ويسقات كان عند النبي وكمان بتجري ده كتب أنت ويسنا يو أما بيه يا ما جب جبيس يا يوم بو يا كم غنان جرت يذكر الله اللي يحس يجري على كل أحيانه رواه مسلم وعن عباس رضي الله تعالى عنه وذا ده دليل شذا إن أي بنان تاي أظن ويسقم إلهي إن لحسه أما قرآن كلا آخرية حديث كدليل شذا أظن ويسقم قرآن كلا آخرية كرا إلهنا والله حسي كرا لكن والله جو ناقصين يا هاي ومع الكراه وين قد سو مريني سبحانه هنا ما إيمان نعسوهم ويسقم إلى إنه حسي وعن عباس رضي الله تعالى عنهما عين صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم مدكين هدي إذا أتى أهله لو أن أحدكم هدي مدكين إذا أتى أهله مركو ركس أطلق حاسك صلى كل ما هايو قال أوي جهد بسم الله إلهي مقع عسان عسكذي الشيطان كان واسك النار هيا اللهم جنبنا الشيطان الله شيطان كنا كديره وجنب الشيطان شيطان كنا كديره ما رزقتنا وحن ورزق أولاد أه وفقضي الحكم لو قدره ولد الم بينهم مهبين كدحضة كلمين الم لو قدره لم يضره الشيطان مدبه عندما كان حاسك قلت جيس بسم الله جلاله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وإلهي أور قبر أور كذا وح قليه إلمنا ما شو كيمد إلهي وائل لي علمها أسقى لم يضرهم مرة بشيء ذا متفق عليه إذن حرس حير كاسك وقص وان بعده دعاء أنا أيضا أمر كذا كحنوسن بعنده كذا وإن معالجين وأخري عند أنا تحسينات كي كم تاعي هذا بغير دن دفاع له إلمنا دن ودلنا هاي أيسي إلى لزاي حرس حير كون مية أجره والله أخري والله ديبا بديه باب ما يقول عند النوم واستيقاظه وحبابي هاي روح مسلم كا وحو كد عيسى لا امورا لها مركات سيحان يسوي مركات سوبر اكتب عن حذيفه وابي ذر رضي الله تعالى عنه لبدا صحابي قال كان رسول الله رسولك لو حوا اذا اوه دو هيدو ودلمدو الى فراش غوغشيسي قال وحو رجل بسمك اللهم احيا واموت بسمك بسمك اللهم اللهم مقع عاده يعسكت كذا أنك عسكنا يو أحيا يوم كنا ولا نكون سوقي عذاب صوقه وأموت كل من أنك سيحني
أموت ذا مرك وردي وديموت والموتة الصغرى وهي يتي وينيت بوا سكمت وي وإذا استيقظ مرع إلهي كصيحه كجيبسو وإذا استيقظ مرك صبر أروجه قال وحورن جري الحمد لله إلهي بما أصغناتي الذي أباح يانا نسوك عيان نسونه لي بعدما أماتنا أنتم ندلي كذب وإلهي إلى الله لا إلى غيره إلهي حقي صنبه أنه شر صبحته قبريها الله إسكاسه بحيه أما قوش الله صوكعه اللهم بي حقي سأطو الله يكو عرانتا يقول ما ملك الله إسكالة تلاداس رواه البخاري سيداس النبي عمرك عرانتشري باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقة لغير عذر وحبابي هاي حديث دير ويبال حديث كان سودة ينضمين كرو فضل حلق الذكر وحبابي حلق الذكر عند السلف وحلق المجالس العلمي سلف كما كل ويدي صحابية تابعين أول لي محيتي مجالس الذكر أما حلقتها ذكر واكوه مكون الودي قدام ليا ما كباش الله ترصدها مايا وحيدين واقو بها لقبرنا كتابك إلهي حديث اللغو آخر السنة دينك اللغو برنا تاسع مجالس الذكر وحلق الذكر وذلك نهلك أسكافة تصبح دلدلها يا كليي أما يا وكوحة ودلدلها يا وحكفي عن مجالس أمد أي دينك وذلك برنا ساسي السلف وكو إجمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف الصالح باب فض حلق الذكر جمع حلقة وقران قرت إيو مك الله فضي حلقة الله إذا هذا ذكر حلقين كيسة يو الندب يرد لسكوية إلى ملازمتها إن اللازمة أن لغف غانين أن لغتغن ميلها إله اللغو حصها يو لغوها يدين كيسي أما ورد ذكر كيسي لغوها يو يو النهي ربي لسكار ربي عام مفارقة إن لغر دقاق لغير عذر عردار لآنا أتكتكتو قال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك نفس هذا كحن ابن نبي الله مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كو إلهي برية عابدة نسوري نسدن بابا يريدون وجه ألا درتين الدون يمرك ألا عابدة ينطنك الآن الله ولا تعد عيناك عنهم إيش هذا هكال الله اللي مبالي إيش هذا نمانك أيها هكال الله إنه هدافين أيها كو يكو أيها فير ملك الله فيرين تريد زينة الحياة الدنيا هذا الدون إيه الدنيا لو بلع ده يقول حده هذا يعني كوا صامنا يعني الله فرده لتشوكته ملك هذا هنقل تاقين لما يقول عالك ذهن كأحبها قيمين نبي الله إلهي بيعابدين رب بيجعلين ألا درتي بيوفرين أيها سا أصل كوا أيها كوا ولما هران كأيها قوي قادم فيرها وين هكوك التوين بأصوبان اللقوجير إذن آيات عمك وحسوك اليد مالها اللقوها يا إلهي حسكي سيه وينين سيه الدين كيسا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى اللوين عفوا إن لله تعالى الله حواء هذا والرب أوليه ملائكة ملائكة خاصة يطوفون كو قادة في الطرق والدوينك يلتمسون يقول دندون يرادين أهل الذكر ذلك إلهي حصها إلهي الدين كيسها فإذا وجدوا قوما هذا يقول لي هلان يذكرون الله إلهي حصها تنادوا وأسوق اليدان أسجرن هيا ملائكتي ورسول نقضى ما شاء الله هيا إلى حسك سي وإيمانية محورنا يا هل أمو كالا إلى حاجتكم دنتي نو كالا محاد ودوينكم أبقى ديسين أو ريسين إن هذا أرقتان قولي إلى حسها هيا الله فريزتان ملائكي سو أنت ميدن دوين هذا واكن سو فريست فيحفونهم مركز كوهر يرين يا كو جذام يا بأجنحة قربابود أما بادت كودي إلى السماء الدنيا لغاقارو dad ki fadhiyay ilaahay xusahay malaa'igtu waa isku geedaami galbaabahay saa ugu qabani hareeraha ka dhigi derbi bay u dhisi ayaga baa iskorkor ila cirka laga gaaro ila samaa'i dunya cirka suka laga gaaro fayasalum rabbum rabbigood baa waydiin wa huwa a'lamu asaw ka ogaal badan baa waydiinaya waa cibaado iyaga lagu adoonsan in su'aasha ka jawaaban ma yaqulu ibadi adoomahayga la fariisateen maanta ee garbaabaha ku ilaaliseen محيلها ين قال يقول وحي أرنيان وحيلها ين بأرني ملاكته يسبحونك ويكون زهاين ويكبرونك وكوينين ين ويحمدونك وكم هذين ين ويمجدونك الله وكشرفها ين ووحدين كذا وينين يكه الله ين أبادك كوينين ين فيقول إلى وحورني هل رأون ما بيأركين هاي تتكسد أي عابد هاي إسائي نزها هاي إسائي بريها هي أما هي أمانة يا ما بيأركين فيقول الملائكة عن لا ما يسمكوا أرك
لا والله ما رأوك اللهم يسنكو أرق. فيقول ربي وحورنيا كيف لو رأوني لو رأوني هذا يارك لهين محي سمين لهين سوردي وما يسكسي ويرحين عبادتي ذكر إلهي علمك الدين تك. قال يقولون لو رأوك هذا يكو أرك لهين كانوا وحين نقول لهين أشدك ودرا لك هذه عبادة من الأولى عبادات سيده هورسي كدرا بيكو عبد لهين وأشد لك تمجيدا وقدر ربي نقول لنا حق اشتي كو شرفان سيده ورسي قدر ربي كوشر بالايه واكثر لك تسبيحا وسبحان سبحان الله بين سيب الدين لهايه هذيك ايونكو اركان بمسيد يلهن هذيكو اركان وحول بين لب جبار لهايان لبن لا بالايه. فيقول رب حورنا يا مركي سيده وجو فماذا يسالون محي ويديسني محي ميشو كو هاينو ويديسني. قال وحي يقولون وحي لهايه يسالونك الجنه إله جنان نصيبه لهايه إذن وأميلها اللغو حصاهي أما قرآنها اللغو آخرية أما علمها اللغو هاي أما ورد بها الاسكوية ماده لكن وإن ورد في عينة وإن شركة هاي إذا بدر نكي إلهي أشري قيال هاي إيش عبد القادر بري هاي أولي عسكان هاي شغل كمال أوشار حلق الذكر مي وحلق الشيطان مدى أيضه إبليس حردي وي وحلق الله يتوحيد بلق الله هاي. يسألونك الجنة جنة يا الله كوي دي سنة قال وحورنا يا يقول وحولي وهل رأوها الله وحولي ما وي أركان جنة دي وي ديستي قال يقول لا و لا والله يا رب ما رأوها ما يا الله أرلانك أذانك ودارتي ما يسألك الجنة لك وي مغلان. قال يقول إلهي وحولي كيف لو رأوها هذي أركان محي سمين لها يه. قال يقولون لو أنهم رأوها جنة هذي أركي لها يه. كانوا وحي نقول لها أشدك ودرا عليها حرصا حق ذلك آد بيقود ذلك بريضة يبدين لهايين سؤاش يبدين لهايين سب أم بيكوت طوق لهايين الله وجنة أور هذه لهايين كانوا حين نقول لهايين أشد حرصا كوة ذلك الدرنية هاي كان الدرنية كيو سيده وراء عليها على الجنة وأشد لها طلبا دون الدى الدونين رادين هيا نتيور وقدر لهاي وأعظم فيها رغبة ربطان كودون كيور وكوينا لها. قال إلى وحول فمما يتعوذون فمما يتعوذون محي قم من قلي جنة قرت وي وديست محي كبقاي إلى هو كان من قال إلى هاي. قال يتعوذون من النار نار بي كان من قلي ربي يو. قال فيقول وهل رأوا النار تاي كبقاي يعني قم من قلي ما هو يركين. قال يقول لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها سي حال كود نقول لها دي أركي لهاين نار تاي كبقاي يعني إلى هنا كم من قلي يعني. يقولون لو رأوا هذه النار أرك لها يين كانوا وحين نقول لأشدك ودرا فران حق بقشدي عرك منها من النار ويكسي الدار لها أدب أقصي فقان لها يين وأشد لها مخافة أن نوى أقصي بقي لها يين. قال فيقول إلى وحورنا يا إنت مرك لما يجو فأشدكم حين مخاتق لنا يا ملائكي أني أنو غد غفرت لهم إن أدم بدافتك أيجيت كور بحسينة كتمادة وأن أدم بدافعي مشرك لو مد بدافع حتى يتوب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقول كن جردو توحيد سدو وقران كمانك ودم يو ختمو الى وشرك كتوبت كان لا اقبل ما وعملوا كصونه ما جرو شرك با لا دافا اسو لا توبت كان قف يرادنا مسلم ما تفهم هذا ان بدنا وايدين شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به. المسلمين تو أهل البدع يا أهل السنة وحي اسكر راعين شرك أكبر إن لا دافين هدان لقى توبة كينين قوليها آتي هدان مشركين ويشرك بكل لكن عذر الدار بينهم وجهلوا ومتأولين وحاد الله أنا وحي سمايين محوياي وشرك أكبر سمايين ها ويدن تنسوما أيوة شعب عبد القادر بري هاي إيو أبو تهبلو إيو في قهبل دبتها جنب بيدن تين وكتبت كيني ها مشرك شرك كل إنتون كتبت كيني محاو حكومة هذا ترى هذا شرك بالا دافا يا أكبر أسون لقد توبت كيني مسلم متهيد هذا ترى هذا نين شرك كل إنتي بعجنة جل هنا مسلم متهيد وركم يدفنتي إسكال عليا كو خلط دمينا وحال الذين شيء كبر لي أنا كسود دال نقول لكوي
جوان علينا نوجو أردن شرك هي إسلام ميل مود الجلي كران إما أنا مسلم نقطة موحدة يا إما أنا نقطة مشرك لبكار لبكمان لو مسعون هيا إن كار إسلام ما قاطية كار شرك وحده حي مشر نيك هو مسلم هيا وصونيك شيء أو هب البري هيا ما صونيك شيء إله غير كيو نفوق ورعي ما ها لكن هو مسلم جاهل ومسلم متأول وحنقول أنا وحوس سمي محوية مركر محوها مسلم بوسيها مسلم ما بيشم فديدي محوس سمي شرك شرك جي إسلامي ما دهور يسيف فديدي ما كل مهيان والروح بيكو كل مهيان ما دعي كرتا هبين يدرر ما يدخل من كرتا هب الوجه رأي مشرو كورما الوجود والعدم وكلوي الوجود والعدم شرك الإسلام هو نقيضان لا يجتمعان في محل ولا يرتفعان عن محل في آن واحد هذه شرك مش سودو إسلام وابوري إسلام سودو شرك وابوري ما كل مكران ويصبنا نيني حرادة وين حرادة يصبنا إياه هذا هو مسلم لكنه هو مشرك ما يسير دينتا دينتي نبع المعي ودينتي هي هبل وعثي هاي ونا مدويها مصورة قلبا هبل وشرا منشرا صورة قلما صورة يعني ما كان ليه ذا هبل ومسلم عن الوام حي إيه شيء هبل ومسلم عن يسوع وحوي إلهي كل جيبوا عبده ومشرا ما حي معنى هيسو إلهي أحد كلوه حسكو قدرا لبضع شيء من كل مكران سيد كن نقطة إلهي كلي عابدي هذا هذا كن نقطة إلهي وح كل ماني عقلي إني دكون إسكت يا آية هي حديث كادي يفهمك لي وعن قال الله ما هو المسلم والمستسلم لله وحده رب العالمين من هو المشرك إلهي يؤمن كسنك إسكولا ده وح كده حيسيوي. مركز سيكون عكرتا أنا مسلم النقطة. هم. مسلم النقطة في هل مرة يكون كل من إسلام يشرك ما من عكرات. إسكوم إيمان كان شرك جا أكبر كا إسلام نما معتبرة إمام معتبرة ما كل مكره. متكود بابوري لين أشركتا هم. لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا مكر مكران ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله بين الذين شيء يقبى بينها وشاء يذا وحتى أنك مشرك ويه وجاهل متأول لكن أنت عضين إنه يا أمبرت الله صارين وأور لك جرنكرو يا الذين وأور لك جرنكرو يا حريص الغني ميزني أنت بالحو عضين وأور لك جرنكرو لكن محكومي كرتيد هدوية أدونك أنك وجود جاهل لسان شركنا او كردعو ما دي كرتد هي ومسلم مالن كاتيرا هو على حرد الاسلام كبنان كا ما حد بنان كو نقط ما ايدا كا بانو ايدا كا بانو حرد بنان كو نقط ايش هيك حكم كا ابو حكم تي نينك الهي غير كي عابد يا مشرك ابو حكم تي اسلام نمو حكم كا وحنا توسيا اسلام كا بينا نقولن ادو وجاهل تاي بحقيقة الإسلام هذا غربة إنك لا هلا وحال نبى حكم يطبقها كلا قانا كان وامارون كان وبابل كان وغرين كان وريد كان وبلا حبو آخرين كالي باتي نين أبو عصباتي نين كان كور ومدوي هاي بكور ما حد كده عارن وحد كده عارن يسألون سن مدوي عدين كلا قانين سيد كوجات ديلو بانو ان دهاكم معلل عقلي لكم معلل نينك كيري مشرك با مسلم ما حليده كتاب الله وحنكم مر ان ان اقونين اسلام كاد شيغان يسال ليده لانه اسلام دا تقانو اسلام كنا مخلا لو سو دري انغو ان دقنا وا مخاي واسلام كعاغن حقنا ان لكل مكرين شركيه قال لهم
أنت ميات فانتي هاي فوشدكم حيث مرقل إني قد غفرت لهم إن أبدن بدافي وحلو دن بدافا مسلمين موحدين مشرك لهم دن بدافا إلى وشرك كطبت كيان قال يقول ملك من الملائكة ملك ملائكة كما وحورنا يا إلهي وأودم بدا كل قد مياها لكن فيهم فلان حبل باكو نحجري ليس منهم أيها كما ترساني مثل شحاد أيمد أولاد ما يشفر إنه هدو مكوك عشح الدونية أيها إسكاد حفر إيه حلقاتي إله كل ذو شبع وققوات وقد مدافت إنما جاء لحاجة ضنب أيمد الدين أمص إيمان ملك ملك الحكت بها ياه حقوق ضنب أيمد أصورت يوكو مجره علمك الله بانكو مجره أذكار تمودين وحبوك قادة هاي قال إله حنا يهم دتكاس أن ضنب دافع الجلساء وضوض ضفريو لا يشقى بهم جليسهم منك الله فريستا كما درصده وكفى إذا كما هوغو كما أيان درصده كما أيان درصده كما أيان درصده وعلى سراعنا هذه أمد الأول دم دافع كأنه وحاوي وطابعوي وطابع لا يفرد بحكم من بالي هذا وطابع لا يفرد بحكم قاعد الفقه يذكرني دبرون كحكم قوي الله مصي أمد كلا الرعية دنت دون هوي ما دس وأهل توحيد ما هينا إذا كلا الرعش متفق عليه وفي رواية إلهي فضلك يسوي إلهي فضلك وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة إلهي ملائك بلي سيارة صعد بدن سيارة ويسعد طبعا سياحين وملائك أن أهي ملائك تكتبض أهي حفظت أن من شغلكم لها وملائك سيدة ورقت أدون كأوضت كأهل ذكر كي لفريسة فضلا أو ديرات كأملائك تي كتبض أهي دي حفظت بك ديرات فضلا فضلا إيو فضلا إيو فضلا بوامح أي وزائدين ملائك سعوته وكديرات ملائك تي أرلائك جوكتي اسبدلي سي يتعاقبون فيكم ملائك بالليل مكتب النهار يحكي قري حسنات كسيات من دم أهو وملائكة دير هذا عيدا مرح بناو محير هذين يتبع يتتبعون وحيد بقلان مجالس الذكر قوبها على اللوح صهيو فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر هذي هلان قوب ذكر كسعوده قعدوا معه والله فريستان وحف بعضهم بعضا بركوض بركة لكو هريري يا أمكو قيدامة بأجنحة بالشوضي قرباب حتى يملوا إلى بحياء ما بينهم وبين السماء الدنيا أيقي أنت ولا حيس عركي بحنيا وأنا أقول أذكر كوريا هو داس يي من مكة كوريا كوريس فريسانية هو داس يقول هو داس كفر إنسان ملاكته إنه هو كلام عادي أيوة من نوصل تابعنا بمنو يسا إلى عك يتغير فإذا تفرقوا مركي كلا تغاني ذيك ما هو وجماعة ذيك أيجوا جسم ملاكته ورقة قيسة عرجوا كوريا وصعدوا إلى السماء عركين أو دقاقين سعد ويرتفع إلى السماء فيسألهم الله ألا ويدين وهو أعلم صوكه قال بذنب ويدين يا من أين جئت محقيت كتما دين ملائقي فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض وحن نكلم من عند عباد لك الضوماء ذو آلية يبان نكلم أكتوضة في الأرض لك أتقول إذا يصبحونك ويكبرونك ويهللونك ويسبحان لي سنية ويكوينيني ويتوحيد سنية ويحمدونك وكم هذين يين ويسألونك أخ خير يجنيك ويدي سني قال الرب حوري وماذا يسألون يسألوني وماذا يسألوني محي ويدي سني قالوا يسألونك جنتك جنة ذي دوني قال وهل رأوا جنتي جنة ما وي أركيل قالوا لا أي رب أي رب رب ما يسأل أرك لكن وين مغلين القرآن كيكو أركيل ويكون مغلين قال رب حرية كيف لو رأوا جنتي جنة هذه أرك لها ين محي السمعين لها ين حق ذلك عبادة الله بري قالوا وحيد هذين ويستجيرونك مجنة ويكويد سنة ويستجيرونك ومجن قليو سو جنة إلهي ما يسوي سنة سو كلوا محي أجرنا من النار من عذاب جهنم ويستجيرونك مغنغلي وي كان مغنغلا هيين سدو كل وخبي كان مغنغلا هيين اداي كو معينسانيه اداي كو عسكانيه قال الى يحول ومما يستجيرونني محي ايغا مغنغلا هيين قالوا من نارك يا رب عذابك هذه النار يا ربي وكان مغنغلا هيين
قال وهل رأوا ناري عذابك موي أركين قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري محيص ما إن لها ين ودلال انت لك بيبحين لها ين يما قال لي انت لك بيديب لها ين هذي نار تذي أركان حيس ويدين ويقاد بيوشي دلال لها ين ورمب الله صوشي رواية هراكو سعديس قالوا ويستغفرون كدم الدافن وكويدي سنة يا الله فيقول قد غفرت لهم وأولى فيا مغراتك هذا وأعطيتم وأنسي ما سألوا وحي وديستنا فرطان كساري وأجرتم وأنككري وأنكبت بادي مما استجاروا وحي غما غنقلين حقي سوى النارنا وأنكبت بادي قال فيقولون وحي ملاك تورنا يا ربي فيهم ربي يو وحي كل حجر فلان عبد خطاء أو أدون قف بدن دنبي بدن لاكتب أدعوك بنيس إنما مر ماشون بصوم مر هبل بكوار كوز كلافريست بل ماشي واحد الوهي أثفيريس بسكلا هايبا ضنك لك ما لهاي فجلس معا واز كلافريست أسوكم حلو قدن بداف فيقول رب عنا يواله وغفرته سود دوني بها قدن ببطيه مر هذا صن مشرك أهين ولو رافيه محايله هم أيقوا القوم وقليه قليها إلهي حصها يماشا فريا لا يشقى وصن أيان در ريسان بهم بسببهم جليس منك الله فريستا درس واسا ننك لدرسة وأبحصدا مدحو ننك لدرسة وإيضا وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم قل يما فريستا يذكرون الله ربي حصهايا إلا هذا يقول يما الفريستا إلا يحصهايا وربي هذا الهايا وناقسي خير كيزا دين كيسنا برانايا حفتهم الملائكة ملائكة هاري ريسة قربابها كوري جيسة وغشيتهم الرحمة نحريسة إلهي بها هاري سوى الضبا وشاحريك ونسوى مري ونزلت عليهم السكينة حسلوني إيمان بها كسوى الدقاء وذكرهم الله والله كشيقة في من عنده ملائكة اللجوكت إلهي بها وغفانوي هذا ملائكي كلين إما حستاني أضوم لك جواي حسان إلهي بوينيان أيها أهل معصياء وشهوات ربك أبوري الشهوات أيها الدناء حصها يعني رواه مسلم والله سبحانه وتعالى عنه.